تحلم كل نساء العالم بطلة جميلة، تقاسيم وجه وجسم رشيق، وتسعى إلى الحفاظ على جمالها بطرق مختلفة، بدءا من استعمال المستحضرات والخلطات وصولا إلى عمليات التجميل، وشعارها في ذلك إرضاء ذاتها أولا وإرضاء شريك حياتها ثانيا. وقد تختلف الدوافع من امرأة إلى أخرى بين ما هو موضوعي وما يدخل في دائرة الهوس والتقليد. بالنسبة لظاهرة التجميل، يعني زيادة ظاهرة التجميل حاليا في ليبيا، المؤثر الأساسي هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، الإعلانات اللي تحط على السوشيال ميديا، التأثير بالفنانين، بالناس اللي تطلع في التلفزيون، حتى هو هذا كله سبب يعني زيادة عمليات التجميل أكثر شيء. لأن قبل الناس يعني ما عندهاش الوعي بعمليات التجميل، شن هي عمليات التجميل أصلا، لا تعرف لا التكنيك ولا المواد المستخدمة ولا شن هو الإجراء اللي يتم باش إنك تكون تطلع بصورة معينة. أكثر عمليات هي تغيير ملامح الوجه، يعني أكثر شيء زي مثلا عمليات الأنف، عمليات تكبير الشفاه، عمليات الدقن، تحديد الفك، يعني كلها باش إنه تصير أنت يعني كشخص نسخة عن فنان أو نسخة عن شخص تشوف فيه في السوشيال ميديا على إنستغرام أو فيسبوك أو واتيفر. يعني عالم جراحة التجميل عالم شهد مؤخرا طفرة في إقبال الليبيات عليها، لكن كثرة العيادات غير المعتمدة والممارسين غير المرخصين قلبت كل الموازين وجعلت الخضوع للجراحة خطوة محفوفة بالمخاطر. الكثير من الأماكن الآن تزاور في هذه المهنة بناس غير مختصين في هذا المجال، يشتغلوا في أماكن خاصة ما يسمى بالبرايفت، والعديد من المزاولين لهذه المهنة لا يحملون تخصص وغير مؤهلين. هذا تخصص مهم جدا حقيقة، له البروتوكول التخصص واضح وله مرتبط بمدة زمنية وقمايمة وامتحان. يعني أنت كطبيب يعني تعرف إن في من حاجة اسمها مسؤولية طبية، يعني مثلا حالة متعرضة لمضاعفات بسبب شيء معين، مثلا فيلر أو بوتوكس أو شيء، لازم نعرف يعني كيف نتصرف معها، لأن هذا في النهاية بيحط المسؤولية علي أنا كطبيبة. يعني فممكن تعالجها، يعني يصير علاجها، لكن في النهاية يعني أنت مش المسبب للموضوع، مرات ما تعرفيش المادة اللي حقنت بها، وهذا شيء ضروري باش أنت تعرفي كيف تعالج المضاعفات. عمليات تجميل في مراكز غير متخصصة انتهت بكابوس دائم لبعض النساء التي بحثنا بعد ذلك عن حل لإصلاح ما يمكن إصلاحه من قبل المتخصصين. وضعيات هكذا تحدث عنها أصحاب الاختصاص. الكثير من المضاعفات التي تحصل، قد تحصل حتى في مراكزنا هذه، ولكن المتخصص الذي يجري هذه العمليات لديه المقدرة ولديه الدراية كيف يعالج المضاعفات، كيف يتحمل، لديه تحمل المسؤولية الأخلاقية للنتيجة لهذا التخصص. فينا اللي جينا حاقلين لها مادة، في لا أعرف حتى المادة مصدرها وكيف، هل مجاز استعمالها وغير مجاز، يعني تخلق تشوهات، خصوصا العمليات اللي تندار في منطقة الوجه. يعني جد ناس عندهم ما يسمى احنا نقوله ديفورمتي، يصير موت للجلد، يصير تشوه للشفة، تشوه للوجه بشكل عام، يعني النتيجة تكون مأساوية جدا جدا، وأحيانا النتيجة هذه لا يمكن معالجتها بالشكل، يعني حتى وإن عالجت فهي تعالج بطريقة مثلا نسبية، يعني قد تخلق تشوه دائم للمعنى. والله أكثرهم استعماله خاطئ، مثلا لمواد قريبة من الصلاحية، مواد مثلا تخزينها غلط، حق المواد بصورة يعني غلط، يعني مش في موضعها الأساسي. فأنتي تحاولي يا أما أنتي تعالجيهم يا أما تبعتيهم حتى جراحين تجميل. يعني في حالات تحتاج جراحة تجميل، مش حالات يعني تقدر تعالجها كطبيبة جلدية يعني في النهاية.
الوحدة النسائية التابعة لجهاز الحرس البلدي هو الهيكل الذي يسهر على تنظيم القطاع وإيقاف المخالفين وضبط التجاوزات المسجلة في مجال التجميل. تواصلنا معهم، طرحنا بعض الأسئلة، وهكذا كانت الإجابة. لدينا العناصر النسائية والوحدة النسائية في كل مديرية حرس بلدي يوجد عناصر نسائية يقوموا طبعا بالتفتيش الدوري على أصحاب هذه الصالونات التجميل. طبعا مراكز التجميل اتفنن ومعاش أصبح مركز تجميلي، أصبح مركز حتى نقول إحنا ممكن عيادة تطور اللي هو عيادة تجميلية اللي هو ممكن نقول إحنا نديره في الإبر البوتوكس أو الفيلر أو المسميات هذه بصفة عامة، وهو غير مختص بخصوص طبعا مش دكتور تجميلي أو في حاجات ممكن فيه المستشفى الحروق التجميل، فيه الحاجات هذه مخصصة بعملية التجميل. حتى المدة الماضية فيه اللي صار لمضاعفات اتجه إلى هذه الأماكن، ومن بعدها حتى لما بيجي بيقوم بعملية مراجعة لا يجد هذا المكان، عبارة عن ممكن عن تاجر شنطة. وزارة الصحة طرف أساسي في الموضوع باعتبارها سلطة إشراف ومرجع نظر للأطباء. طرحنا السؤال حول تعاملها مع الموضوع، وهكذا كان الرد. وفي متابعة، لكن للأسف ما فيش أي خطوة اتخذت إجراء يعني ضد الناس اللي تشتغل ومش متخصصة. يعني مشكلتنا الأساسية مش في التجميل بحد ذاته، مشكلة إنه يمارس من ناس مش أخصائية، يعني الناس لقريت طب بشري، لقريت طب أسنان، يعني ناس ما قريتش أي تخصص من التخصصات الطبية أو الطبية المساعدة. نحن نشوفه في ناس تخصصها محاماة، طلاب قاعدين طلاب مثلاً في مجالات تانية ياخدوا في كورسات لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبالتالي تفتح مركز وتجيب بستاف وتجيب القصة كلها مادية، يعني مش تخصص. يعني فأنت كطبيبة، يعني إحنا بالنسبة لنا كأطباء يطلبوا منا إذن المزاولة، يطلب منك الشهادة بتاعك البكالوريوس، يعني نجي نخدم في مكان وبجنبي شخص غير متخصص. يعني حتى ما تصير حاجات من شخص غير متخصص، يعني أنت مين بتلومي؟ بتلومي الشخص اللي سمح له إنه يمارس العمل في نفس المركز معك. ما فيش أي إجراء، في مراقبة لكن بدون أي إجراء يتخذ ضدهم، أو ما عرفناش قصة الصمت هذا الغريب. يعني أسئلة عديدة ما زالت تطرح حول ظاهرة خطيرة خرجت على المألوف وحولت أحلام بعض النساء إلى كابوس لم يستطع المختصون حله.